بسم الله الرحمن الرحيم. Today we will discuss section of pH and buffer. By the end of this topic, we should know what is the meaning of pH term, the meaning of pH of different solution, and general properties of acid and base, explain the principle of buffer, and demonstrate resistance of buffer to change in pH. First, pH. يعني إيه كلمة pH؟ pH measure of acidity or alkalinity of an aqueous solution. يعني دوت معناها إن أنا بعرف بيها كمية الأسيد أو كمية الألكلي اللي موجودة في السوليوشن. قد إيه هو حمضي أو قد إيه هو قلوي السوليوشن دوت. أوكي؟ بتكون عبارة عن ايه؟ بنقيسها ازاي؟ بنقيسها بحاجة اسمها pH scale. pH scale ده بيبقى ranging from من 1 الى 14. اوكي؟ من اول واحد لحد 14. طيب ال pH scale ده لو احنا عند 7 بنسمي السوليوشن ده، يعني لو الميجر بتاع السوليوشن طلع 7 بنسمي السوليوشن ده neutral. يعني ايه neutral؟ يعني كمية الأسيد او ال H positive بتساوي كمية ال alkali او ال OH negative اللي موجودة في solution. طيب لو هو اقل من 7، يعني 1 او 2 او 3 او 4 او 5 6، بنسميه ايه؟ بنسميه acidic solution. طب لو اكتر من 7 بنسميه ايه؟ بنسميه basic solution. خلاص يا دكاترة؟ يبقى احنا اتفقنا ان acidic solution اللي هو بيكون اقل من ال 7 اللي بيكون فيه كمية ال H اكتر من كمية ال OH، انما لما يكون basic او alkaline بيكون اكتر من 7 وبتكون كمية ال H اقل من كمية ال OH. امتى نقول عليه neutral؟ لما يكون ال H positive equal to ال OH negative. يبقى خلاص اتفقنا ان ال pH هو ده measure of ال alkaline او ال acidic solution. خلاص، وبنقيسها بحاجة اسمها pH scale. اوكي، طيب again اتفقنا ان ال pH is a measure of how much it's alkaline او acidic of the solution. طيب بنعبر عنها ازاي؟ يعني برضو انا مش فاهم، يعني حضرتك قلتي ان احنا بنقيس من 1 ل 14. طب هو ده اصلا عبارة عن ايه؟ عبارة عن النيجاتيف لوجاريثم to base 10 of hydrogen ion concentration in molar per liter. again يعني انا دلوقتي عايز اقول اللي عندي ده acidic acid or base. اوكي، طيب هو قد ايه acid او قد ايه base؟ بحسبها ازاي؟ بحسبها بنيجاتيف لوج كمية الهيدروجين اللي موجودة في السوليوشن. يبقى بالراحة كده هنعمل equation simple ان ال pH بتساوي negative log ال H. اوكي، ال H دي explain what؟ explain كمية الهيدروجين اللي طلع او اللي released from السوليوشن. يبقى ال B لوحدها اللي هي النيجاتيف لوج، وال H اللي هي ال H concentration. خلاص، يبقى ال pH بتساوي نيجاتيف لوج ال H concentration، ودي تتحفظ صم، ودي اول equation تتحفظ معانا في السكشن. اوكي، طيب بالنسبه لل OH may be represented as BOH value. يبقى انا اتفقت ان انا هعمل الاسيد بال pH وممكن اعمل الالكلي بال BOH value. طيب ال B اللي هي نيجاتيف لوج، صح؟ صح. وال H هناك كانت اللي هو ال H concentration، right؟ right. طيب هنا ال B نيجاتيف لوج، طب وال OH؟ ال OH concentration. اوكي، يبقى ال BOH اللي هي نيجاتيف لوج ال OH concentration. يبقى تاني واحدة ينفع، تاني equation ينفع اعتمد عليها واقول ازاي احسب ال pH وازاي احسب ال BOH. اوكي، طيب بما ان ال H وال OH مع بعض او الاسيدك والالكلي بيبقوا رينجنج من 1 لغايه 14، يعني هما الاثنين هيساوي 14، فهنخليها كانها بتساوي 10 اس ناقص 14. مش احنا قلنا نيجاتيف لوج الباور اوف 10؟ هو هنا كده مظبوط. اوكي، يبقى by negative log of both sides هنحط هنا negative log ال H
ونيجاتيف لوج ال او اتش هيساوي الاثنين كام؟ 14. ما هو 10 اس ناقص 14 لما نعمل لها نيجاتيف لوج يبقى هتساوي كام؟ 14. يبقى البي اتش اللي هي ايه؟ نيجاتيف لوج ال اتش والنيجاتيف لوج ال او اتش اللي هي مين؟ البي او اتش بتساوي كام؟ 14. اوكي، يبقى اول ايكويشن تتحفظ اللي هي البي اتش بتساوي نيجاتيف لوج ال اتش، ثاني ايكويشن ان البي او اتش بتساوي نيجاتيف لوج ال او اتش. اوكي، ثالث ايكويشن تتحفظ ان البي اتش بلس البي او اتش بتساوي 14. طيب اوكي، طيب ثاني اكزامبل، وات از ذا بي اتش اوف 0.0001 نورمال اتش سي ال؟ Another one. البي اتش اوف 0.001 ان انورماليتي ان اي او اتش سوليوشن. طيب الان اي او اتش هنا ده عباره عن ايه يا شباب؟ ده عباره عن الكلاين، صح؟ مظبوط. طيب انا هو بقى عايز ايه؟ البي اتش، ما قالكش البي او اتش. خلاص، يبقى انا اللي هعرف احسبه اللي هو البي او اتش، لان احنا عارفين البي او اتش بيساوي نيجاتيف لوج الاو اتش، والاو اتش هنا كام؟ 10 اس ماينس 3 مول بر لتر، فالبي او اتش هتبقى ماينس لوج ال 10 اس ناقص 3 اللي هي بتساوي 3. طب وبما ان البي اتش بلس البي او اتش بتساوي 14، يبقى هنا البي اتش ايكوال كام؟ جود، ايكوال 11. اوكي، طيب ده تاني اكزامبل. هنعمل مقارنه بسيطه قوي بين الاسيدز والبيز، حاجه بقى كده خدناها قبل كده في ثانوي وكلام سامبل قوي. ان الاسيدز لقينا، او احنا عارفين ان هو التيست بتاعه ساور. ساور ده يعني زي الليمون، زي الاورنج، زي الحاجات دي. اورنج الليمون تيرن بلو ليتمس بيبر انتو ريد، يعني اللي يحول الزرقاء الى احمر، الليتمس بيبر الزرقاء للون احمر، يبقى ده اسيد. فورم هيدروجين اين ان ووتر، يعني بيعمل ايه؟ بيعمل ريليز للهيدروجين بتاعه في الميه او في السوليوشن بتاعنا. نيجي بقى للبيز. البيز بتبقى التيست بتاعه بيتر، او الحاجات اللي هي القلويات بيبقى التيست بتاعهم بيتر، لذع شويه. خلاص، وتيرن الريد ليتمس بيبر انتو بلو. خلاص اوكي، وبيعمل فورم هيدروكسيد اين اللي هو الاو اتش فين؟ في الووتر. مقارنه بسيطه جدا. زي ما احنا شايفين هنا ده اسيد، لما بينزل في الووتر بيعمل ريليز للاتش والسي ال، الاتش البوزيتيف والسي ال النيجاتيف. ده لو هو الاكزامبل بتاعنا اتش سي ال. طب لو الاكزامبل بتاعنا انا اه اتش يعني بيز، حاجه الكلاين، لما بينزل بيعمل ديسوشيشن ويطلع لنا او اتش نيجاتيف واتش و او اتش نيجاتيف وان اي بوزيتيف. اوكي، طيب هنيجي لتعريف مهم اسمه amphoteric substance. What is the meaning of amphoteric substance? They can act as proton donor when react with base، أو proton acceptor when react مع acid. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو أنا حطيت الـ amphoteric substance دي مع مادة قلوية basic substance، إيه اللي هيحصل؟ هتشتغل هي كبروتون دونر، هتطلع لنا بروتونز عشان تعادل الايه؟ الاو اتش اللي طالعه من البيز. طب ولو حطيناها مع حاجه اسيدك بتطلع اتشات بوزيتيف كتير، هي هتشتغل بقى كبروتون ايه؟ اكسبتور. خلاص يا شباب، يبقى هي الامفوتيريك سبستنس كان اكت از بروتون دونر او بروتون اكسبتور، على حسب هي تتحط مع بيز او اسيد. هنشوف كده السؤال ده مع بعض. لو جبنا دايليوت ايكو سوليوشن از اتش انكريز، ايه اللي هيحصل لما الاتش اللي عندنا بتزيد؟ البي اتش ديكريز، ها؟ ترو اور فولس؟ اوف كورس ترو. ما هو لما تزيد الاتشات يبقى هيبقى هو اسيديك سوليوشن، فمعنى ان هو اسيدك، يعني البي اتش بتاعته هتقل يعني هتبقى اقل من السبعات، صح؟ اقل من السبعه. اوكي، طب والبي او اتش هتزيد؟ اوف كورس العكس. اوكي، والاو اتش نسبه الاو اتش نفسها هتقل؟ طبعا، ما هو كميه الاتشات بتزيد يبقى الاو اتشات هتقل. اول اوف ذا باب، يبقى الصح هنا انها هتكون اول اوف ذا باب. طيب ازاي اقيس البي اتش بتاعت السوليوشن اللي موجود عندي؟ ازاي اعرف ده اسيدك او الكلاين؟ وهو لو اسيدك او الكلاين
احنا قلنا قصه الليتمس بيبر، بس دي كلام بيزك قوي. انا لا عايزه اعرف رقم معين، يطلع لي رقم محدد، هو 6 هو 7 هو 9 هو 8.5 هو 8.3. الكلام ده بقيسه ازاي؟ ادق حاجه واحسن حاجه اللي بنقيس بيها اللي هي البي اتش ميتر. ممكن كمان اقيسه رفلي كده، يعني يقول لي الكواليتي، ان هو يقول لي هو اسيدك اور بيزك، بحاجه اسمها انديكيتورز، انما مش بي اتش، مش زي البي اتش ميتر بيدي سبيسيفيك كوانتيفيكيشن للبي اتش بتاعتي. الانديكيتورز دول عباره عن ايه؟ انديكيتورز دول بيبقوا كومباوند، ماده معينه بتغير اللون بتاعها، تشينج الكالر وين ات رياكت مع اسيد او مع بيز. يعني لو ادت اسيد مع رياكت مع اسيد بتدي لون معين، ولو عملت رياكشن مع بيز بتدي انذر كالر. طيب الاسيد بتاعنا اهو، لو انا حطيت له الليتمس بيبر فاكرين ان هي كانت بتتحول للون ايه؟ ريد. انما لو كنت حطيت له ليتمس بيبر لونها ريد كانت بتتحول الى بلو لو رياكت مع بيز. فده يعتبر انديكيتورز، اوكي؟ يعني دولت المواد دي بيسموها الكواشف، كشف عن الماده دي هل هي اسيدك اور بيزك. ممكن maybe in form of solutions او litmus paper، يعني ممكن يكون الكلام ده لاما litmus paper لاما مواد تانية معينة او solutions تانية. زي مين؟ تلات اسامي كتير قوي، اشهرهم اللي هو مادة اسمها phenol red. الphenol red دوت عبارة عن indicator، وهيغير اللون بتاعه لما react مع acid او لما react مع base. اوكي، يبقى الكالر تشينج بتاعه انترفل، هو بيتغير اللون بتاعه من كام لكام؟ من 6.4 to 8. لما بيجي هو في الرينج بتاع 6.4 to 8 بيبقى بيغير اللون بتاعه. لو حطيناه مع اسيد بيديني لون يلو، لو اتحط مع بيز بيديني لون ريد. فهو اشهر حاجه في الانديكيتورز اللي هم الفينال ريد. اوكي، طيب بالنسبه للبي اتش ميتر، اتفقنا ان البي اتش ميتر ده هو ده السبيسيفيك وهو ده السنسيتيف ميجرمنت للبي اتش بتاعتنا، خلاص تمام. طيب ده عباره عن ايه؟ بيبقى جهاز زي اللي موجود قدامنا في الصوره كده، ليه بروب. خلاص البروب دوت بحط فيه زي بيتحط فيه حاجه زي الترمومتر كده، بتتحط في السوليوشن. لما الترمومتر دوت او البروب ده بيدخل جوه السوليوشن بيطلع لي هنا قرايه تقول لك السوليوشن بتاعك دوت قرايته كام، هل هو 9 هل هو 7 6. فانت من سن الارقام هتبداوا تحددوا هل السوليوشن اسيدك اور الكالاين، وقد ايه هو اسيدك وقد ايه هو الكالاين. اوكي، فده ماتش مور برايز مسج، تمام. طيب انا عايز اعرف دلوقتي، اتفقنا على قصه البي اتش والبي اتش ميجرمنت والبي اتش ايه مينينج والكلام ده. هنيجي لنقطه مهمه، الاسيد او بيز ده بيتحدد على اي اساس؟ هو ويك اسيد اور سترونج اسيد، او ويك بيز او سترونج بيز. يعني ايه نقول ان ده حامض قوي او ضعيف؟ يعني ايه نقول ان الاتش سي ال دوت سترونج اسيد؟ على اي اساس؟ بيعتمد على الديجري، درجة الايونيزيشن في ايكوس سوليوشن. يعني ايه درجة الايونيزيشن؟ يعني الاسيد طبعا احنا متفقين ان هو لو هو زي اكزامبل اتش سي ال بيعمل ايه؟ بيبقى ديسوشيت انتو اتش وسي ال. الاتش ده اللي هي الاتش بوزيتيف اللي بنسميه بروتون دونر. طب والبيز؟ بروتون اكسبتور. خلاص، فلو حطينا اكزامبل لينا هنا مثلا ده السوليوشن وانا حطيت جواه اسيد اللي هو وليكن اسمه اتش اي، خلاص اكزامبل ان هو اتش اي، بيبقى عباره عن اتش واي مع بعض. لما بحطه جوه ايكوال سوليوشن ايه اللي بيحصل؟ زي ما احنا شايفين، خلاص بيبقى كل المولكيولز اللي هم الزرق دولت بيديسوشيت ويبعدوا عن النقط الحمراء. يعني بيحصل كومبليت ديسوشيشن لكل المولكيولز انتو اتش اند اي، فده بيسموه سترونج اسيد. يبقى كومبليت ديسوشيشن للمولكيولز انتو اتش اند اي. خلاص يا دكاتره؟ طيب يبقى 100% ديسوشيشن اوف الاتش اي معنى كده ان هو سترونج اسيد، كل